قسوة وألم وعنف لم تشهد الحياة له مثيلا. آلاف البشر يقتلون ويمثلوا بجثثهم في ليلة واحدة لإرضاء آلهة توهموها أو اخترعوها، بدعوى أن تستمر الحياة ولا يتم تدمير الكون. ليلة الدم الطويلة هذه لا يتوقف القتل فيها إلا ببزوغ الشمس، ما يعني أن الآلهة قد اكتفت من دماء البشر وقبلت القرابين التي قدمت لها، وأن الحياة ستستمر لاثنان وخمسون سنة أخرى. تلك المجازر الوحشية ما هي إلا جزءا روتينيا من ثقافة وديانة شعب الأزتيك. نسافر إلى أرض شعب الشمس لنتعرف على تفاصيل أكثر عملية تضحية بالبشر عبر التاريخ، تلك المجازر التي صورتها نقوش معابد أمة الأزتيك. في 4 أيام يتم التضحية ب80,400 إنسان. كان كهنة الأزتيك يقولون للناس إن الكون قد انفجر وتدمرت الأرض والشمس 4 مرات قبلنا، وهذه هي الشمس الخامسة التي ستؤول إلى الدمار لا محالة، وعلينا أن نؤخر هذا المصير المحتوم بقدر استطاعتنا. قدموا المزيد والمزيد من القلوب البشرية الطازجة إلى الآلهة لكي تقوى على حمل الكون لدورة زمنية جديدة. بالمزيد من الأضحية البشرية قد نؤخر النهاية المحتومة. وعلى هذه العقيدة استمر سيل التضحية بالبشر يتدفق على معابد الأزتيك المدرجة لتلاقي مصيرا واحدا لا يقبل الجدل، وهو الموت بأبشع صورة. من أجل الحصول على هذا الكم الهائل من الأضاحي البشرية كان لزاما على الأزتيك أن يدخلوا في حروب مستمرة للحصول على الأسرى ليستخدمونهم فيما بعد في طقوس التضحية المستمرة على مدار السنة الأزتيكية ذات الشهور 18 وكل شهر 20 يوم، حيث يقام في نهاية كل منها احتفال كبير يتم فيه التضحية بالبشر كقرابين لأحد آلهة الأزتيك. أكثر الأضاحي كانت تقدم إلى إله الشمس، وغالبا كانت مراسم التضحية تقام فجر كل يوم، فكل بزوغ لأشعة الشمس يستوجب شكر الآلهة على أن الحياة ستستمر ليوم جديد. أما عن طقوس التضحية فكانوا يصعدون بالضحية إلى أعلى الهرم حيث يتلقاها 5 من الكهنة، يقوم 4 منهم بتمديده على حجر المذبح والإمساك بيديه وقدميه بقوة لتثبيته، ثم يقوم الكاهن الخامس بشق صدره بسكين حجرية حادة حتى يصل إلى القلب، حيث يقوم بقطعه وإخراجه وهو لا يزال ينبض، ويرفعه إلى السماء بيده لكي يريه لإلهه، ثم يرميه في حفرة منحوتة في تمثال حجري لحيوان الجاغوار. يتم حفظ قلوب الأضحية فيها، أما جسم الضحية فيرمى على سلم الهرم في المعبد، حيث يقوم مقاتل الأزتيك بسحبه وتقطيعه، ثم يقومون بأكل ذراعيه وساقيه. أما باقي البدن فيرمى للحيوانات المفترسة مع حفظ الرأس لتوضع على عصا خشبية تسمى زومبانتيلي. أما إله الليل لديهم فكانوا يقدمون له الضحايا البشرية بشكل آخر، حيث يعطون الضحية سلاحا بسيطا ويدفعونه إلى حلبة قتال ضد 4 من مقاتل الجاغوار، وهؤلاء هم مقاتل النخبة المدججين بالسلاح والدروع، حيث يقتلون الضحية ويقطعونها إربا. ومن آلهتهم الأخرى التي كانت تحظى بالكثير من القرابين البشرية إله النار، وهنا يتم قتل الضحية ببشاعة بوضعه في النار ليحترق، ثم يقومون بإخراجه قبل أن يموت ويشق صدره ويستخرق قلبه. وكان الأزتيك يؤمنون بأنهم إن لم يقدموا القرابين لإلههم هذا
فإن حريقا سيندلع ليحرق عليهم مدنهم. وربما يكون طقس القرابين البشرية المقدمة لإله المطر عند شعب الآزتيك هو أبشع أشكال التضحية، فهذا الإله تقدم له الأطفال دون غيرهم من صبيان وبنات صغار السن، وكان الكهنة يجبرون الأطفال على البكاء قبل قتلهم بخلع أظافرهم، فهم يعتبرون دموع الأطفال فألا حسنا سيكافئهم الإله عليه بالأمطار الغزيرة. كانوا يلقون الصبيان من أعلى المعبد، أو يتم إغراقهم أو يضربون حتى الموت. وأما الفتيات فكانوا يسلخون جلودهم ليرتديها المقاتلون ويرقصوا بها للحصول على محصول زراعي وفير. عقيدة شعب الأزتيك القائمة على أن الكون سيفنى لا محالة، وأن عليهم أن يؤخروا ذلك بإرضاء آلهتهم بدماء القرابين البشرية، كان هو السبب الرئيسي لسيل الدماء المستمر على جدران معابدهم الهرمية المدرجة. كل يوم ونهاية كل شهر يتم تقديم عدد من القرابين، وفي نهاية كل سنة يقام طقس ديني كبير يقتل فيه آلاف البشر، كل ذلك من أجل أن تستمر الحياة ولا يحل الدمار بالعالم، خاصة في نهاية كل دورة مكونة من 52 سنة، حيث كانوا يعتقدون أنه في نهاية إحدى هذه الدورات الزمنية سيدمر العالم. ولهذا كانوا يقيمون في نهاية كل دورة مذبحة حقيقية تقدم فيها الآلاف من الأضاحي البشرية، وفي آخر ليلة من دورة 52 عام يتم إطفاء جميع النيران في إمبراطورية الأزتيك، ويستمر تقديم الأضاحي البشرية للآلهة حتى بزوغ أشعة الشمس. حينها يقتنع الأزتيك بأن الآلهة قد تقبلت قرابينهم، وأن الكون سيستمر 52 سنة أخرى. وهنا يقوم الكهنة بإشعال النار في جسد أحد الضحايا، ومن هذه النار توقد جميع النيران في إمبراطورية الأزتيك. كان الأزتيك يؤمنون بأن الحياة تدور مع الدم، وبما أن القلب هو منبع الدم فقد كانوا يقومون بتقديم القلوب وهي لا تزال تنبض بالدم إلى إله الشمس لكي لا تتوقف الشمس عن الحركة. فكما أن الحياة تدور مع الدم، فإن الشمس بحاجة للأضحية البشرية لكي تستمر بالدوران، وبالتالي لا تتوقف الحياة ويدمر العالم. كانت أعداد الأضاحي في تزايد مرعب، ففي عام 1487 وبمناسبة إعادة تعمير المعبد الكبير قام الأزتيك بقتل 80,400 ضحية خلال 4 أيام، أغلبهم من أسرى الحرب، أي بمعدل 20,100 ضحية في اليوم. بعض المؤرخين يعتقدون بأن عدد كهنة الأزتيك يقدر 5,000 كاهن في العاصمة فقط، وكان هؤلاء الكهنة يصبغون أجسادهم باللون الأسود ويخضبون شعورهم بدماء الأضاحي البشرية، ويبردون أسنانهم بطريقة تجعلها أشبه بأنياب الحيوانات المفترسة. أما مقاتل الأزتيك فكان لزاما على كل منهم أن يقدم أسيرا كضحية للمعبد ليحصل على ترقية، وكان المقاتل الذي يقدم 4 أسرى فأكثر يرقى إلى مرتبة مقاتل النخبة الملقبين بمقاتل الجاغوار. وتضمنت القرابين البشرية أحياناً بعض أفراد من شعب الأزتيك نفسه، حيث كان بعضهم ينذر نفسه للمعبد ويقدم حياته قرباناً لآلهتهم. وفي النهاية تم القضاء على شعب الأزتيك على يد الأسبان حين غزوا أمريكا اللاتينية.